بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعظم الله أجوركم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج استنصارات الحسين عليه السلام مع فضيلة الشيخ الباحث الإسلامي عدي الكاظمي. حياكم الله شيخنا، وعظم الله أجوركم. عظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء. اليوم في هذه الحلقة إن شاء الله ستكون النصوص التي كانت إلى الإمام الحسين في استنصارات الإمام الحسين عليه السلام. هنالك نصوص قسمت إلى نصوص في المدينة ونصوص في مكة، فنبدأ إن شاء الله في النصوص التي كانت في المدينة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. في الحلقة السابقة تناولنا الاستنصار الأول الذي صدر من سيد الشهداء عليه السلام، وهو كان عبارة عن الوصية التي تركت عند أخيه محمد بن الحنفية، ولم تكن وصية يعني طبيعية، وإنما هي توضيح لفحوى الخروج والإيذان بانطلاق الثورة الحسينية، حيث قال بعد الشهادة وبعد الإقرار، قال: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. ماذا تريد يا ابن رسول الله من هذا الخروج؟ قال: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هاي اثنين، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. عليه السلام. من هنا نفهم أنه السير الذي وضحناه في الحلقة السابقة، أنه كانت الأمة تعاني من انحرافات تعدد المسير. على ماذا تسير؟ وضحها سيد الشهداء، قال: أسير على سيرة جدي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وبعد وأبي علي بن أبي طالب. إذن هي مسيرة العصمة والرسالة والإمامة والعدالة والإصلاح في الناس. ثم قال: فمن قبلني بقبول الحق، الذي يقبل هذا الاستنصار، ماذا ستعطيه يا سيد الشهداء، يا دولة، يا وزارة، يا حكم؟ قال: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. يا الله، فالله أولى بالحق. هي دعوة، إذن هي دعوة الله عز وجل، فالله أولى بعد بالحق. ومن رد علي رفض، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم، وهو خير الحاكمين. ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى أخيه محمد. إذن هذه ليست وصية بعد، دعوة أنه من الله عز وجل. هو أول بيان، أول صادر من الإمام الحسين في استنصار الناس، أنه ترى هذا خروجي، هذه مسيرته، مسيرة جدي وأبي، وخرجت، ما هي الغاية؟ الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ماذا تعطي؟ قال: الله أولى بالحق، الله أولى بالحق. ثم هناك استنصار ثاني شخصي، هذا كان استنصار عام، لم يحدد إلى جماعة، وإنما هو استنصار إلى كل الأمة، إلى من بلغه كتاب الحسين. هذا الاستنصار الثاني أيضا هو وقع في المدينة قبل خروجه إلى مكة سلام الله عليه، وهو استنصار شخصي بعد، ولم يكن مكتوبا، وإنما
يعني بالمباشرة بينه وبين عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، قال وقال لعبد الله ابن عمر لما طلب منه البقاء في المدينة. عبد الله ابن عمر كان من أصحاب المواقف المتوسطة السالمة، أشبه بأن الصلاة خلف علي أتم والعشاء مع معاوية أجسم والوقوف على الجبل أسلم، على التل أسلم، هذه الحلول المرقعة، سياسة، هنالك سياسة، قضية مسالمة، بالتالي بعد لا تنم عن ثبات العقيدة. احنا بالبداية قلنا هنالك الإيمان، يجب أن يكون هنالك إخلاص. أحسنت. يا عبد الله إن من هوان الدنيا، هذا الكلام إلى الإمام الحسين، إن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى ابن زكريا النبي عليه السلام يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. هذا من هوان الدنيا على الله، يعني أن الدنيا لا تسوي عند الله شيء، ما لها قيمة، لأنه رأس نبي معصوم يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، رأس معصوم. وإن رأسي هذه، وإن رأسي يهدى إلى بغي من بني أمية، هذه مطابقة مشابهة. هذا دليل شنو؟ أنه يا أبا عبد الرحمن، يا عبد الله بن عمر، الدنيا لا تسوي عند الله شيئا، ما إلها قيمة، الإنسان يبقى مداهن، يبقى ساكتا، خانعا، ذليلا. وهذا اللي صار بلي. بعد مقتل الإمام الحسين عليه الحسين، وقعت الحرة في السنة الثانية، ماذا أصاب أهل المدينة؟ ماذا أصاب؟ سبيت المدينة، وقعت الحرة، سبيت، حتى وصل القتل والاختصاب إلى النساء، والانتهاك حرمة مسجد رسول الله، حتى وصل الخيل إلى ما يقارب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفي يزيد بذلك، قال لقائده، لقائد الجيش، أنه اختم أعناقهم. عبد ليزيد، كل إنسان في المدينة من صحابي تابعي كذا يختم في عنقه، هذا عبد إلى يزيد، عبد إلى يزيد، هذه الذلة. وكان شعار الإمام الحسين هيهات من الذلة. وهيهات من الذلة، أحسنتم. هذا أحسنتم. شعار الإمام الحسين. بالتالي هذا ما تجنبه سيد الشهداء. انظر كيف أصبحت الثورة الحسينية اليوم، وما هو حال أهل المدينة في تلك الحقبة. يروي أهل التاريخ أنه بقيت ما يقرب إلى سنوات طويلة لا يشترط في الزواج من امرأة في المدينة البكارة، لما فعلوه جيش يزيد اللعين. هذا ما تجنبه سيد الشهداء، هذا ما أراده للأمة أن تنهض بنفسها. فمن قبلني فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم. وكان هذا هو القضاء، هذه هي النتيجة. خنعوا، سكتوا، داهنوا، راضوا، وهو قانون إلهي عام. متى ما سكتت الأمة عن الظلم وخنعت وبعد رضخت، هذه نتائجها. النصوص لمن وصلت فضيلة الشيخ؟ يعني هنالك النص الأول إلى محمد بن حنفية، محمد بن الحنفية هو بعد قرأه على الناس. بلي، هنالك دعوة. بلي، لأنه هي ليست شخصية، لأنه قال هذا ما أوصى به الحسين. هل هنالك من استنصر عندما قرأ الكتاب؟
استنصر الإمام الحسين، خرج مع الإمام الحسين عليه السلام. مما يؤسف له لم تكن هناك استجابات واضحة بين الناس، ماكو استجابة، ماكو، كانت الصورة مشوهة، شوهاء عرجاء عمياء، أنه هذا بره أن يكون يزيد فأراد الملك إلى نفسه، وهو صراع بعد بين الملوك. سحر بعد إحنا شنو شغلتنا بين الحسين وبين يزيد؟ يعني شنو شغلتنا؟ هو ياهو ليصبح لتصبح، لا إله إلا الله. هذا إيه، هذا رد الأمة، هذا رد الأمة على هذا ابن رسول الله، هذا الحسين، هذا ابن السيدة الزهراء. بل إيه بعد إنه على يعني هنالك حسن عاقبة على العموم. شوف هسه هذا خب، هذا أوضح، هذا أوضح هسه، لا يلام لعله، نعم يلامون ولكن بدرجة أقل العوام. هذا صحابي، هذا كان في عهد أبيه، في عهد أمير المؤمنين، ولكن كان هذا جوابه. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ ماذا؟ ولما عرف ابن عمر من الحسين العزم على مغادرة المدينة قال له، انظر انظر ال 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 الشناعة، انظر، قال له يا أبا عبد الله اكشف لي عن الموضع الذي لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يقبله منك نحره. لا إله إلا الله. شو تسوي بي؟ قال مو هذا كان بي فم رسول الله فأنا أريد أقبل. إذن أنت تعرف هذا ابن رسول الله وكان يقبله من نعره، ولكن مع ذلك شنو؟ انصر، يقول لا أبقى بالمدينة أفضل، أبقى ذلة خنوع. فقبلها ثلاثا وبكى، قبل منحره الشريف ثلاثة مرات ثم بكى. على ماذا تبكي؟ أنت لم تخرج معي. على ماذا تبكي؟ أنت لم تنصر الحسين، لم تنصر. فقال له سيد الشهداء، فقال له اتق الله أبا عبد الرحمن، اتق الله يا أبا عبد الرحمن، ولا تدعن نصرتي إياك، فإنها شنو؟ فإنها نصرة الله عز وجل، وأنت تشهد على نفسك. هذا النحر كان يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم فضيلة الشيخ. الله. الله يحفظكم إن شاء الله. هنالك نصوص أخرى في مكة. نعم. نعم، ولكن تكون الإجابة إن شاء الله بعد هذه الوقفة. مشاهدينا الكرام، نقف وإياكم ثم نعود مع فضيلة الشيخ عدي الكاظمي. هذه عودة معكم مشاهدين الكرام، وعظم الله أجوركم مرة أخرى في برنامج استنصارات الحسين مع فضيلة الشيخ عدي الكاظمي. نعم شيخنا، انتقلنا إلى النصوص في مكة، هنالك نصوص في المدينة. نعم. كانت وهنالك نصوص في مكة. ما هي النصوص التي كانت في مكة؟ بعد انتقال الإمام الحسين من المدينة إلى مكة، كانت هناك استنصارات صدرت منه سلام الله عليه في مخاطبة الرؤوس من الزعماء، يعني زعماء القبائل، وخاصة في البصرة. فكتب وهم ما يعرفون برؤساء الأخماس بالبصرة، وهم الأول مالك ابن مسمع البكري، هذا أولا، وثانيا الأحنف ابن قيس، وهو من أصحاب أمير المؤمنين. عجيب هذا الرجل، هذا الثاني، والثالث الجارود ابن المنذر، والرابع مسعود ابن عمرو، والخامس قيس ابن الهيثم، وعمر ابن عبيد ابن معمر. هؤلاء هم كانوا الزعماء. وأرسل هذا الكتاب مع مولى له للإمام الحسين، يقال
له سليمان بيت، وفيه هذا الكتاب، هذا الاستنصار المكتوب، وفيه: أما بعد فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله صلى الله على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه إليه، وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله، وكنا، هذا تعريف، وكنا أهله وأولياؤه وأوصياؤه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة. هذا ملخص إلى حياة أهل البيت في الأمة. تعريف، أحسنت كما أسلفت. وكنا أهله وأولياؤه وأوصياؤه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه، وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله أولا وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت، فإن تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد. هنا دعوة، هذه الدعوة، دعوة الله عز وجل، أهدكم إلى سبيل الرشاد. ماكو تولية، ماكو هذا فلان حياخذ البصرة وفلان يأخذ الري، أبدا. أهدكم إلى سبيل الرشاد يعني شنو؟ إنما دعوتي ونصرتي هي سبيل الرشاد إلى هذه الأمة. هذا الطريق، تعالوا مشوار هذا الطريق. فإن تنصرون جزاكم الله خير، وإن لا تنصرون فأصبر، والله هو الحاكم بيني وبينكم، ما عندي شيء عليكم. أكو استجابة؟ كانت الاستجابات بعد مختلفة هنا، وهو هذا ما نبهنا عليه. بقدر تعلق الإيمان بأن هذا إمام معصوم أم هو قائد عسكري خارج على يزيد، هذا هنا اختلاف بالمفاهيم. فإذا اختلفت المفاهيم اختلفت المصادق، يعني الاستجابة. نجد أن الجارود ابن المنذر العبدي، هذا أول واحد من إجا رسول الحسين عليه السلام، فسلم رسول الحسين إلى ابن زياد، لا إله إلا الله، مباشرة سلم. هذا الخذلان والخيانة فضل الشيخ، أحسنت. فصلبه عشية الليلة التي شنو خرج في صبيحتها من البصرة إلى الكوفة، هذا أول واحد، هذا ابن جار. هاي كانت الإجابة بأن أني، هاي أول استجابة. كمش الرسول قال له هذا كتاب الحسين، ترى أكو ثورة، الأمر خطير عليكم، شو اسمه، قتلوا الرسول. ثاني يوم الصبح توجه إلى الكوفة. فضل الشيخ، هنالك يعني هسه من سلم رسول الإمام الحسين عليه السلام، نعم، ما هي الاستفادة لهذا الشخص؟ الدنيا، الدنيا، الدنيا جميلة في عين أهلها، وإن كانت على حساب الحسين، ماكو مشكلة، عندهم ماكو مشكلة، عندهم ماكو مشكلة. تدوس الخيول على صدر الحسين، ماكو مشكلة. نعم يداس، ماذا تأمر نحن نلبي؟ وكأنه طاعة لله عز وجل، ولكنها طاعة إلى الشيطان. وهذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وخب ماكو واحد سيقول أنا ربي الشيطان، لكن هذه
بلي. كأنك عبد للدنيا، عبد إلى الشيطان، تفعل بكل ما يأمرك به. دس على صدر الحسين، داسوا على صدر الحسين، رضوها ما أصلا، اسبوا العيال سبوا، اقتلوا الأطفال قتلوا، احرق اقتل، وهكذا إلى 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 آخر يعني المصيبة. لحد هذه اللحظة أكو بعض اللي يبيع مذهبه ودينه وولاء للإمام الحسين عليه السلام على مود الدنيا. القوم أبناء القوم. القوم أبناء. أحسنتم. كما نحن إن شاء الله تعالى أبناء من أجاب إن شاء الله تعالى. أيضا هناك أبناء من رفض موجودين. أحسنتم. هنا وهنا. حسن العاقبة إن شاء الله. والمعسكر لا ينتهي إلى قيام القائم عجل الله. هذين المعسكرين لا ينتهيان أبدا أبدا. نعم، الإجابة الثانية فضيلة الشيخ. نعم، أما الإجابة الثانية فجاءت عن طريق الأحنف ابن قيس. ماذا قال الأحنف؟ عجيب هذا الرجل، هذا الرجل كان متذبذب في 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 عقيدته، لعله كان من الخلص المتبعين إلى أمير المؤمنين، ولكن حينما وصلت الكرة إلى سيد الشهداء لم يكن صافي العقيدة. وأما الأحنف هذا ما تفضلتم به، اللهم إنا نسألك حسن العاقبة يا رب العالمين. وأما الأحنف فإنه كتب إلى الحسين عليه السلام أما بعد فاصبر، لا تستعجل، أوقف، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني شنو لا يستخفنك؟ بالعامية يعني لا يقشمروك أهل العراق. هذا تعبير، هذا تعبير يخاطب به إمام معصوم. ليش هو الإمام المعصوم يستخف؟ الإمام المعصوم يخدع، لا يعرف عواقب الأمور، ولكن هذا ماذا يدل؟ أنه هو لا يعرف مع من يتحدث، هو لا يعرف الحسين. يقول يعني يا اخوي شاذ بن حباب ابن امير المؤمنين، هاي هذا العرف. تعالوا صرنا، لا اوقف هسه، لا تستعجل، ذولا عفوا من التعب، يخاف يقشمروك. مو هذا تعاملك مع المعصوم. التعامل مع المعصوم انه كما كان يتعامل سلمان حينما اتبعوه، شافوا آثار الأقدام واحدة، يعني بس واحد يمشي، قالوا له سلمان أنت مو ويا أمير المؤمنين؟ قالوا أي نعم كنت ويا أمشي. قالوا له ماكو آثار؟ قال لهم أينما حط قدمه وطئته، قدم ما أزل عن أمير. هذا حسن العاقبة، مقارنة بين سوء العاقبة وحسن هذا وين العاقبة. هذا وين هم لا يقارن أصلا. بلي، ما أدري قد عندنا وقت بعد، إن شاء الله أكو وقت. وأما يزيد ابن مسعود اللي هو هذا الثالث، ولعله هذا يزيد يعني ابن مسعود رضوان الله عليه، هذا كان من الخلص. وهذا ما قلنا قبل ما أدخل إلى يزيد، أنه هل إن الإمام الحسين كان عارف بالجارود بن المنذر؟ لو مو عارف أكيد عارف، بعد هو ولي الله عز وجل أكيد عارف. بني زين، ليش خاطب؟ بلغ هنا حتى ما أراد يكون إثبات هذا الموقف بلغ. الذي تحدثنا عنه أنه هنالك بعض يعني كما يشبهون بعض المعادن لا تعرف إلا بالحك. حسنت. إلا بالاختبار، حتى لا تكون حجة على الإمام الحسين. أنت ما بلغت، أحسن. يعني الآن هو يبلغ وهم بالاستجابة أو بالإجابة عن الإمام الحسين يترددون، لا تجي، أبقى قشمروك العراقيين أو غير يعني البعض منهم اللي ينكل بالإمام الحسين عليه السلام. أكيد، لأن ما أعرف المفاهيم. وسيأتينا إن شاء الله، وسيأتينا. أما يزيد بن مسعود فإنه جمع بني تميم واحد، وبني حنظرة اثنين،
وبني سعد، ثلاث قبائل جمال. فلما حضروا قال يا بني تميم كيف ترون موضعي فيكم وحسبي منكم؟ قالوا بخن بخن. هنا استجاب: أنت والله فقرة الظهر ورأس الفخر، حللت في الشرف وسطا وتقدمت فيه طرفا. قال فإني قد جمعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه وأستعين بكم عليه. فقالوا إنا والله نمنحك النصيحة ونجهد لك الرأي، فقل حتى نسمع. تفضل أنت شو تريد إحنا بخدمتك. هذا دلالة على وجاهته بين الناس. فقال إن معاوية مات، فأهون به والله هالكا ومفقودا، ألا وإنه قد انكسر باب الجور، يعني فرجت يا الله، والإثم، وتضعضعت أركان الظلم، وكان قد أحدث بيعة عقد بها أمرا ظن أنه قد أحكمه، وهو نقل الخلافة إلى مبدأ الوراثة، وهيهات الذي أراد. اجتهد والله ففشل، وشاور فخذل، وقد قام يزيد. هذا الكلام في بيان شأنية معاوية، وسيأتينا على يزيد أنه لم يكن أمرهم مستترا بل مفضوحا على رؤوس الأشهاد. فماكو عذر بعد حينما الإنسان أنه يستنصر للقيام على دولة بني أمية أنه لعله خير، لعله يزيد خوش آدمي، مفضوحين سبحان الله. وإن يزيد شارب الخمور ورأس الفجور، يدعي الخلافة على المسلمين ويتأمر عليهم بغير رضا منهم مع قصر حلم وقلة علم. وهذا الحسين ابن علي وابن رسول الله صلى الله، هذه المقارنة، صلى الله عليه وآله، ذو الشرف الأصيل والرأي الأثيل، له فضل لا يوصف. انظر أوصاف سيد الشهداء، كيف هذا وكيف الذي سبقه، هذا الأعنف. هي مقارنة العاقبة هنا. أحسنت. ختاما: وعلم لا ينزف وهو أولى بهذا الأمر لسابقته وسنه وقدمه وقرابته، يعطف على الصغير ويحسن إلى الكبير، فأكرم به راعي الرعية وإمام قوم وجبت لله به الحجة وبلغت به الموعظة، فلا تعشوا عن نور الحق ولا تسكعوا في وهد الباطل. لا تبقى تفتر يم الباطل، فقد كان صخر ابن قيس. هذا صخر ابن قيس، هذا كان زعيم قبله، هو من استنصره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي في وقعة الجمل في البصرة. سنت. فلم يعني ينصر أمير المؤمنين، فنبههم فقال: فقد كان صخر بن قيس انخذل بكم يوم الجمل، فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول الله. استجابوا فضيلة الشيخ؟ نعم، الحمد لله. وكانت يعني الإجابات منقسمة أيضا في القوة والضعف على ما سيأتينا. سنتم. ولكن مع الأسف هذا ما وضحناه، أنه لم تكن هناك سعة في القلب.
شكرا لفضيلة الشيخ عدي الكاظمي الباحث الإسلامي وخادم الجوادين عليهما السلام. الله يحفظكم. لا يسعني في الختام هذه الحلقة إلا أن أقول اللهم اقضي حوائج المحتاجين بحق الحسين وبحق محمد وأهل محمد. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.